السلام عليكم ورحمة الله علماء العلم الجميع، مرحبا بكم في تصحيح التمرين الأول من لي فونكسيون إيزيال. دونك سوا جي لي فونكسيون ديفيني باغ إف لي إكس إيكال 2X موان 4، جي لي إكس إيكال 2X أو كاري موان 6X بليس 2. أولا واحد أ ديتيرميني دي إف، إذا السؤال واحد أ بغا لو دومين دو ديفينيسيون دو إف، يعني دي إف لو دونك لو دومين دو ديفينيسيون دو إف أشنو عندي؟ عندي دي اف غيكون هو اغ، علاش؟ كار اف ايتي ان فونكسيون، فونكسيون كي دايره الداله حدوديه بولي نوم. تفهمنا علاش؟ حيت تكتب على السطر كما كنقول لكم ديما. اولا بي السؤال الموالي شنو طلب مني؟ ديتيرميني لا نتيغ دو سي اف، كي دايره السي اف؟ دونك if اي اون فونكسيون افين، يعني داله كي دايره تالفيه، حيت ماشي من الدرجه الاولى، هنا كاينه جوج اكس واحد، ما كايناش استثناء تما، اذا ما غتكونش بارابول. الوغ اي اون فونكسيون افين دونك سي اف اي تان دووات، يعني ان السي اف ديالها غيكون عباره عن مستقيم. بقى لينا السؤال واحد سي، السؤال الاول. دونك اشنو قال لك في واحد سي؟ قال لك اسيدي résoudre l'équation f de x égale à 0 et donner une interprétation géométrique du résultat. يعني باش f de x égale à 0، يعني ماذا؟ غنعوض f de x بالتعبير ديالها اللي هو 2x موان 4 غيكون كيساوي 0، يعني x غيكون كيساوي الا مشات تضرب على هاد الجهه تولي 4 موجبه، هاد جوج ضرب الا مشى لهاد الجهه يولي قسمه، اذا x غيكون يساوي 2. إذا لانتيربريتاسيون اش غيكون عندنا؟ غيكون عندنا اش كتعني اف لي اكس تساوي زيرو؟ اف لي اكس كتساوي زيرو هو لانتيرسيكسيون افيك او اكس. دونك اشنو غنقولو؟ غنقولو ان سي سي اف كوب لا دغوات او اكس دون لو بوان جوج زيرو. ببساطة نقول لانتيرسيكسيون دو سي اف افيك او اكس اي dans le point des coordonnées juge 0 et d'un adawa l'intersection ma bin ad juge fahamna. Donc on se trouve tard et d'un hit nhtajouha. Alors on rejoue le soual mwali tanian a calculi jili 3/2 jili 3/2. Alors ash gandir عندي jili x ash katsawi jili x katsawi juge x aussi 2 naqis ta x zaid juge. إذا في مكان إكس غنعوضو بتلاتة على جوج، إذا غتكون جوج فوا 3/2 بويسونس 2 موان 6 فوا 3/2 بليس 2. إذا أش غيولي عندي؟ غتولي عندي 3 أو كاري، غتكون إيكال 2 فوا 9/4 موان 6 فوا 3 ساسخا 18 ديفيزي 2 بليس 2. ألوغ أش غنديرو هنا؟ غنختزلو بجوج هنا مع جوج غتبقى هنا جوج. الوغ اش غيولي؟ غتولي عندي 9 على جوج ناقص 18 على جوج زائد جوج، هاد جوج هادي غنضرب في جوج ونقسم على جوج توحيد المقامات. الا ضربت في جوج وقسمت على جوج غتولي 4. الا حسبت هادي كلها 9 ناقص 18 زائد جوج غتكون هي ناقص 5 على جوج. تفهمنا؟ ناقص 5 على جوج هادي هي جيلي 3/2. اذا غنحسبوا جيلي 0 فيما كان اكس غنعوضوه باش غنعوضوه ب 0، غتكون 2 فوا 0 بويسونس 2 موان 6 فوا 0 بليس 2، 2 فوا 0 0 موان 6 فوا 0 0 بليس 2. دونك جيلي 0 ايكال 2. اذا الموالي جيلي موان 1 غتساوي 2 فوا موان 1 بويسونس 2 موان 6 فوا موان 1 بليس 2. دونك في مكان اكس غنعوضو بناقص واحد. دونك جيلي موان زان اش غتساوي؟ موان زان كاري ساسخا ان، حيت اوسيتنا كيدي داك ناقص جوج في واحد جوج ناقص في ناقص هي زائد، يعني غتكون جوج زائد ستة تمنية زائد جوج عشرة. اذا جيلي ناقص واحد تساوي عشرة. اذا دائما كنكادغي الجواب ديالي غنمشي للسؤال الموالي. اش قال لي في ثانيه بي؟ دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو جي. طابلو دو فارياسيون اجيو هنا باش نديرو طابلو دو فارياسيون كنشوفو ا ممكن تكون موجبه
ممكن تكون سالبة. تفهمنا؟ انتبه مزيان. إلا كانت أموجبة، إمتى كتكون أنت موجب؟ فاش كيكونوا عندك الفلوس. إلا عندك الفلوس، عندك بليس في الجيب، كتولي ناشط، يعني فمك كتكون كتضحك. فهمنا؟ كتضحك. إلا كان أ سالب، يعني ما عندكش الفلوس، عندك الناقص، تتكون مقلق. فهمنا؟ دونك تهنا إلا كان أ موجب كتكون تناقصية تزايدية الدالة، إلا كان أساليب كتكون تزايدية تناقصية. كنهضروا على الدالة هنا. دونك هنا جوج بي. إذا شنو غنقولوا؟ غنقولوا إيفي تان بولينوم دو سكوند دوغري. شنو هو سكوند دوغري؟ شنو هو سكوند دوغري؟ يعني من الدرجة الثانية. افيك أ بلي غون كو زيرو، يعني أن أ موجب. كندير دائما دي إف هنا، هنا إكس إف لي إكس. أشنو غيكون طابلو أ موجب؟ يعني غتكون كضحك، يعني تناقصية، الدالة غتكون تناقصية تزايدية. فهمنا؟ غتكون كضحك تناقصية تزايدية، حيت أ بلي غون كو زيرو. هنا أشنو كندير؟ كندير موان بي سيغ دو أ. تفهمنا؟ و الفوق هنا كندير موان بي سيغ دو أ، والفوق كندير إف لي موان بي سيغ دو أ. إذا غنحسب هاد لي هادو. موان بي فين هي بي؟ ستة هي أ بي سي. إذا موان بي هي ناقص ناقص ستة، هي زائد ستة، حيت ناقص ديال القاعدة مع ناقص ديال ستة، على جوج في أ. أ هي جوج، إذا غتكون أربعة. إذا شحال هي؟ هي تلاتة على جوج. و إف لي تلاتة على جوج حنا ديجا حسبناه، لي هو هذا الجي ربينا تنخدمو بالجي، لي هو ناقص خمسة على جوج. إذا هنا غتكون تخوا سيغ دو، وهنا كتكون موان سانك سيغ دو. غير كإشارة الناس اللي كيخدمو بالشكل القانوني، لي هو إف لي إكس كتساوي أ فاكتور دو إكس موان ألفا وكاغي بليس بيتا. كيقول لكم الاستاذ هنا كديروا الفا هنا بيتا. الفا شنو هي؟ الفا هي موان بي سيغ دو ا، وبيتا هي اف لي موان بي سيغ دو ا. راه ما مغير والو، نفس الحاجه. فهمنا؟ غير هادو اللي مختلفين. ثالثا دوني لا ناتور دو سي جي اي دي تيرميني سي كاركتيرستيك سي زيليمون كاركتيرستيك. دونك غنكتب سي جي اي تين بارابول دو سومي اوميغا. هنا كنتو كديروا اوميغا الفا بيتا، ولا اوميغا كنديرو ناقص بي سيغ دو ا، او بيان انا اف لي موان بي سيغ دو ا. دونك اوميغا اش غتكون؟ هي 3 على جوج. دونك سي جي ايتين بارابول، ماشي البارابول ديال السطح، غير هو داير بحال هكا، شال جام دو سومي اوميغا 3 سيغ دو. كاين اللي غيدير اي سيميتريك بارابور لا دووات دو ليكواسيون اكس ايغال 3 سيغ دو. كاين اللي غيديرها، كاين اللي ما غيديرهاش، بلاش. تفهمنا؟ ممكن تزيد كذلك اي اوفير فيغ لو، يعني موجه نحو الاعلى، يعني اما اوفير فيغ لو با او بيان اوفير فيغ لو. تفهمنا؟ دونك هذا هو السؤال الثالث. غنمشيو الرابعا. دونك رابعا ا قال لك فيريفي كو اف لي ان ايغال موان دو، جي لي ان ايغال موان دو تا هو. دونك يكفي انني نحسب اف لي ان لي هو شحال؟ جوج ف واحد زائد ربعة ناقص ربعة. يا ربي نمسحو. دونك جوج ف واحد ناقص ربعة، جوج ف واحد جوج ناقص ربعة هي ناقص جوج. جيلي واحد غتكون هي جوج ف واحد وستنا ناقص ستة ف واحد زائد جوج. جوج زائد جوج ربعة، ناقص ستة هي ناقص جوج. إذا شنو كتلاحظو؟ أن جي لي واحد إيكالا إف لي أن إيكالا موان دو. سهلة. ألوغ ندوزو السؤال الموالي لي هو ربعة بي. غيزودغ ليكواسيون جي لي إكس إيكال إف لي إكس. دونك جي لي إكس إيكال إف لي إكس، يكفي أنني نعوض هادو بداكشي لي كيساوي ونحل. جي لي إكس هي شحال؟ هي جوج إكس وستنان ناقص ستة إكس زائد جوج، كتساوي إف لي إكس لي هي جوج إكس ناقص أربعة. غندي كلشي لهاد جي، غتكون دوز إكس أو كاري موان سيس إكس بليس دو. غنجيب هادي لهنا غتكون موان دوز إكس، أو غنجيب هادي لهاد جي غتولي بليس كاتر، كلشي غيكون كيساوي زيرو. إذا غتبقى دوز إكس
au carré, moins 6x moins 2, il y a moins 8x. 2 plus 4, il y a plus 6 égale à 0. Et d'un bâche, on a dit, on va dire delta, on a dit, on a dit, on a B ou C. H, il y a juge. B, il y a naqis 8, C, il y a 7. Et dans delta, je vais dire, B ou C, il y a naqis 4, A, C. Et d'un B ou C, il y a naqis 8 ou C, il y a 64. Naqis 4, A, il y a naqis 16, في 6, il y a naqis 8, 40. Et d'un, je vais dire, il y a هي 16. إذن puisque 6 plus grand que 0, donc had l'équation admis deux solutions. يعني جوج ديال الحلول. X واحد اش غيساوي moins b moins plus racine delta sur 2a. X2 غيكون moins b إلا كانت هنا plus هنا غتكون moins racine delta sur 2a. Donc غنعوضو في الأولى moins b غتكون moins مع غتكون moins مع moins ديال 8 غتكون هي 8 plus racine 6 divisé sur 2 multiplié fois a اللي هي 2 donc غتكون هي 8 زائد 4 على 4 اللي هي 3 x1 كيساوي 3 x2 غتكون هي 8 ناقص جذر 16 على جوج في جوج إذن x1 x2 غتساوي 8 ناقص 4 على 4 اللي هي 1 إذن هادو هما الحلول غنديروهم في إطار إذن السؤال الموالي اش قال لك اون ديدوير لي بوين دانتيرسيكسيون دو دي كورب سي اي في سي جي لي بوين دانتيرسيكسيون غيكونوا في x ايغال 1 و x ايغال A3. دائما الى قال لك خرج لي بوين دانتيرسيكسيون تتحل المعادله ديال التساوي. السؤال ثالثا سي دونك ما بقاش بلاصه غادي نقولوا لي بوين دانتيرسيكسيون سيكسيون غتكون الاولى في x ايغال 3 x ايغال 1 ماشي مشكل ممكن تحسبوا وتخرجوا النقطه بالاحداثيات ديالها كاملين. Donc, rendez-vous sur L Mouali. Déterminer x1 et x2, les abscisses des points d'intersection de CG avec OX. Donc, sur L, l'Khems, les points d'intersection avec OX de CG. Yani, mada. Yani, NSG, les X, égale à 0. L'intersection de CG avec OX, yani, NSG, les X, 4 ça, 0. G, les X, il y a 2X au carré, moins 6X, plus 2, égale à 0. دونك دلتا شحال غيساوي الا حسبتي الدلتا ديال هادي غادي نحاولوا نسربيو شويه دونك الا حسبتي الدلتا ديالها غتلقى فيه 20 اذا اكس واحد غتكون كتساوي 6 زائد جذر 20 على 2 ا لي 4 غتلقاوها تقريبا الا حسبتوها 2.61 و اكس 2 غتلقاوها 6 ناقص جذر 20 على 4 اللي غتلقاوها تقريبا 0.38 غير واحد المساله هنا قال لك سيدي x1 انفيريور ا x2 دونك الصغيره غنسميوها 1 x1 الكبيره غنسميوها x2 مزيان دونك لي بوين دانتيرسيكسيون ممكن تخرجهم على شكل احداثيات كاين الاولى 2.61 صفر والثانيه 0.38 صفر اذا السؤال الموالي كونستروير سي اي في سي جي دون ان روبير اوتونومي روبير اوتونومي هو معلم متعامد ممنظم دونك نتلاقاو من بعد ما نرسم المعلم اذا رسمت المعلم ديالي باش نمثلو غنمثلو هو الاول اف لي اكس اف لي اكس مناش دايزه الا شفتو هنا قلنا انها عباره عن مستقيم دايزا من نقطة ذات الإحداثيات جوج زيرو فين هي جوج زيرو إكس ديالها جوج إكريك ديالها زيرو هي النقطة الأولى والنقطة الثانية هنا إفلي واحد إفلي واحد غنكتبها هنا إفلي واحد كتساوي ناقص جوج أش كتعني هادي كتعني أن الإحداثيات ديالها جوج ناقص واحد هادي هي النقطة يعني إلا كان إكس واحد إفلي إكس غتكون هي جوج إذا غنمشي نمثل هادي x1 هي هادي الاخرى ناقص 2 اذا هادي هي نقطه التقاطع x ناقص 2 هي هادي اذا غنرسم
المستقيم ديالي الدالة ديالي الدالة اف اللي هي عبارة عن دالة تآلفية اللي غتمثل على شكل مستقيم. إذن هذه هي اف لي هذا هو السي سي اف. غنجيو لدابا السي جي باش نمثلوه. سي جي أول حاجة غنمشي نمثل هاد لو سومي اللي هي 3 على 2، 3 على 2 1.5 تقريبا، 3 على 2 1.5 تقريبا هي هادي، فهمنا؟ والأخرى ناقص 5 على 2 هي ناقص 2.5، ناقص 2 هي ناقص 2.5 هي هادي. إذن إلا مثلت إلا درت الإسقاط ديالي غتجيني هادي هي النقطة. وغادي نبداه حيت ديريجي فيغ لوهو. أشنو قلنا؟ أول حاجة غنمشي نمثل لانتيغسيكسيون أفيك أو إكس. لانتيغسيكسيون أفيك أو إكس هما الأولى 0.61، ها واحد ها جوج فاصلة 61 تقريبا غتكون هنا، غيكون دايز من هنا، نمثلوه بالأحمر غيكون دايز من هنا. الأخرى 0.38 تقريبا غيكون دايز من هنا. ألوغ عندي لانتيغسيكسيون مع هذا، قلنا أن في النقطة لي إكس ديالها شحال؟ إكس ديالها واحد. إلا كان إكس واحد يعني هي هادي ناقص جوج، شتوها؟ حيت أصلا حسبنا إف لي واحد، هايا إف لي واحد ولا جي لي واحد لقينا فيها ناقص جوج. إذن هادي هي البوان، جي لي واحد ناقص جوج. ألوغ غيكون دايز من هنا، تفهمنا؟ دونك كذلك غيكون دايز من هنا. اللي بغى كاع يسرعها ممكن يزيد واحد المستقيم هنا. هاد المستقيم شناهو هذا؟ هذا هو لاكس ديال السيميتري، يعني محور التماثل ديال هاد المنحنى ديالنا. غنشوفو فاش غيتقاطع مع هذاش من نقطة. قلنا في النقطة ذات الإحداثيات 3 في نهاية إكس إيكال 3، إكس إيكال 3 غنطلع ديريكت غيتقاطعو ليا هنا، سي بون في جوج. الوغ حيت الا حسبت جي لي 3 غادي نلقى جوج، دونك غتكون هكا غيتقاطع ليا هنا. لا ميم شوز غادي نشوف نقاط، كاين نقاط ديجا حسبتهم. جي لي 0 جوج، جي لي 0 جي لي 0 كتساوي جوج، يعني ان اكس هو 0 ايغريك هو جوج، تفهمنا؟ دونك الا كان اكس 0 1 جوج يعني غيدوز من هنا، سي بون. هوب لا غنكتب حداه سي جي. الوغ اخر سؤال قال لك سيدي ريزود غرافيكمون جي لي اكس انفيريور ا اف لي اكس. شنو هي جي لي اكس انفيريور ا اف لي اكس؟ ها هي اف لي اكس، هي هادي هو هاد المستقيم الخضر. الا جاب الله داك الاحمر كاين فوقو، يعني اش كيعني هذا؟ كيعني ان جي لي اكس بلي غون كو اف لي اكس. الا جاب الله داك الاحمر كاين تحت هاد المستقيم، كيعني ان جي لي اكس انفيريور ا اف لي اكس. اذا المجال فاش هذا كيكون صغر من هذا هو هذا اللي غادي نلون بالغوز، هو هنا هاد البلايص فاش كيكون صغر كيكون تحت هاد، يعني كيكون سي جي تحت سي اف. الوغ الا درت الاسقاط مناش من واحد تلاش تل تقريبا تل، الا درت الاسقاط هنا تل 3. اذا جي لي اكس انفيريور اف لي اكس كتكون في لانتيغفال من واحد تل 3. دابا بغيت نعرف واش مغلوق ولا مفتوح. عندي هنا او تساوي، اذا غيكون مغلوق. هذا هو لونسومبل دي سوليسيون ديال هاد ليكواسيون. اذا نتلاقاو في التمرين الماجي ان شاء الله.